شكون اللي مازالش عليه يسجل ولكن خاص ميكرو بروفيسيونيل تك فور سيل عندها باك كامل مكمول في ميكروفون صوتي 800 بي ام كيمكن من تسجيل الصوت بجوده واعره ولكن مع بوم انتي بوب فيلر كتضمن جوده صوت خطيره كيمنع تسمع شي حاجه بحال هكا كيجي معاه حتى حامي الميكروفون اللي كيتثبت على سطح البيرو ولا الطابله ونزيدك غيوصلك حتى مع ادرع قابله للطي كتخلي الواحد يتحكم في وضعيه المايك كيف ما بغى مثال للعشاق تسجل في استديوهات حيت راه بصح الكاليتي ديال الصوت عاليه ومن هنا لقدام جبد داك الجيتار وراك تسجل حتى تعيا ايوا خد ديالك دابا